اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو جديد واليوم 11/6/2022. هذا الفيديو الاخوان بغيت نديرو على واحد الجول كحل هاد خينا اللي كيدعى انه عنده الفلوس وما نعرف شنو هو كلمه في البلاد الى اخره وبطال. وسمعوا شنو كيقول على المغاربه. المهم هادشي غتسمعوه بالالمانيه ولكن انا غنشرح لكم شنو هادشي اللي كيقول هاد الجول كحل. شوفوا معايا. اوتو سوم ابليغ بلاتس ها فاني نعم. Die Leute haben noch nicht mal Couch zu Hause und die sitzen sich auf Autos. Das ist ganz normal, wenn die Leute keine Couch zu Hause haben, dass sie ein Auto nehmen als Couch. هذا الاخوان كما كتشوفوا كيقول باللي الطوموبيل ديالو كيجلسوا عليها واخا هو داك الطوموبيل اصلا جايبه حاطه حدا داك البروجي باش يدير به الاشهار الى اخره وكاتب فيها السميه ديال البروجي وكل شيء حاطه اشهار تما راه اللي جا غيتصور معها زعما راه لومبركيني ما نعرف شنو واخ ماشي مشكل. ولكن اللي ما عجبنيش الحال هي ان هاد الجوع الكحل شنو قال لهم؟ قال لهم بنادم ما عندوش حتى فوتاي في الدار فين يجلس وكيجي يجلس فوق الطوموبيل. شوف على حقره كي دايره زعما الناس راه شكون هذا اللي ما بقاش عنده فين يجلس في الدار. يلا علاش حيت جاو جلسوا لك على الطوموبيل؟ والطوموبيلات الحيوان راه وسيله نقل راه الطوموبيلات متقعدهم. وزعما انت كتقول صديق ديال الملك والى اخره وكاش كتسبلو في الشعب ديالو ما حشمتيش. الناس مساكن ضعاف ما عندهمش جالس كتسب فيهم. الطوموبيل راه وسيله نقل الدمدوم. انا بعدا كنضر على راسي طوموبيلتي والله ما بقيت عاقل فين حاطه. ها باركينغ عاد كنقلب عليها فينا. شوف ها هي راه هاي وسيله نقل في الصباليون هاي. وكنعتز بلي هادي ماشي بحالك انت جايب بلاكه ديال ما نعرف شنو. لا جايب بلاكه ديال المغرب هاي شيخ وسط البلايك ديال الصباليون بلاكه ديال المغرب باء 26 شيخ هاي. باش تجي انت غتحل علينا في فمك بنادم ما عندوش فين. وعليكم السلام. جاي كتحل علينا في فمك بنادم ما عندوش فين يجلس وجاي يجلس فوق الطوموبيل. الطوموبيل عندك زعما انت راه صافي ما نعرف شنو. والجوع صاحبي وعندكم في الدم قسما بالله والله الا عندكم في الدم عيب وعارصه عيب وعار تقهر داك البنيته تا صاحبي بهاد الهضره هادي هي ومصورهم وكتبين لهم وجههم. ولا اله الا الله محمد رسول الله. اش غنقول لك راه داكشي اللي خاص نقولو رانا قلتو. جوع كحال صاحبي هادشي اللي كاين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.